قبل كم يوم مر علينا تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن نسبة السعوديات اللي لم يسبق لهم الزواج. طبعاً كانت النسبة 32%، وهي نسبة مو بسيطة، وعشان كذا اليوم رح نتكلم عن أبرز التحديات اللي تواجه العزاب المتأخرين عن الزواج. ينضم لنا أكيد دكتور شجاع القحطاني، استشاري اجتماعي أسري. أهلا وسهلا في دكتور شجاع. نورتنا دكتور، أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. الله يحييك دكتور شجاع. التأخر في الزواج هل أصبح رغبة شخصية أم نصيب؟ أولا حياكم الله جميعا والسادة المشاهدين. أنا أعتقد أنه أحيانا يكون رغبة شخصية، وأحيانا ظروف خارجة عن إرادة الإنسان. أحيانا إنسان يبي يتزوج بس ما حصل الشخص المناسب له، أو ممكن ظروف المادية ما ساعدته. وأحيانا ممكن تكون رغبة شخصية منه، وحاس أنه سعيد بهال هالاستقلالية وهالحرية وهال إنه يعني بدون مسؤوليات والتزامات. فأحيانا تكون رغبة شخصية، وأحيانا تكون يعني ظروف يعني خارج عن إرادة الإنسان. أنا ودي أسمع منك أنت كمختص الأسباب الحقيقية وبكل صراحة عن إنه تأخرهم بالزواج، سواء للبنات أو حتى شباب. هو الأسباب حقيقة عديدة، يعني ممكن يكون أحيانا منها متطلبات المادية مثلا جزء منها. أحيانا استقلالية البنات تشوفها من الأسباب؟ استقلالية، نعم استقلالية البنات. أحيانا الخوف من المسؤولية، الخوف من المسؤولية، الخوف من الفشل، أني أنا أفشل في الزواج. أحيانا عدم وجود الشريك المناسب أو عدم الحصول على شخص المناسب. صح بالضبط. أحيانا يكون أعباء مادية مثلا لها علاقة أحيانا، فممكن وأحيانا تكون أحيانا ظروف صحية. كل إنسان عنده مثلا مشاكل صحية جسدية أو حتى نفسية، ومحاب أنه يعني يرتبط، أو يخاف لو بلغ الشخص الآخر أنه أنا عندي مثلا عندي وسواس قهري، عندي مثلا اكتئاب، عندي مثلا قصور بالكلى مثلا، مشاكل صحية. ممكن الشخص أنه أو صارع ممكن أنه يرفض أو شيء. فهي الأسباب عديدة، لكن فعلا الشباب الآن بالفترة الأخيرة أصبحوا غير ميالين للزواج للأمانة، وأصبح أكثرهم يؤخر سن الزواج إلى 35 إلى 40. وأنا على المستوى الشخصي أعرف زملاء لي بالعمل أولاد وبنات يعني وصلوا إلى سن 50 وما تزوجوا. بعضهم تقاعد وما تزوج، طيب بعضهم على وشك التقاعد. فأحيانا هو عنده رغبة شخصية أنه أنا ما بيتزوج، يعني قناعة أنه أنا ما بيتزوج. يعني أنا ما أحس أنه في شخص يفكر أنه هو ما يتزوج ولا يجيب عيال ولا أحد يشيل اسمه، ولا يعني ما أحس في مشكلة ممكن تكون. أحس في يمكن يفكر في الرفض، يمكن خايف من رفض البنت، أو البنت خايفة من رفض الرجل، ممكن خايف أنه ما يتوفق، ممكن خايف أنه بعد هذا العمر كله يجيب بيبي، وكم بيصير عمره إذا البيبي صار عمره 10 سنوات أو في سن المراهقة. مدري أنت شرايك؟ والله شوف، الناس أحيانا عندهم أفكار غريبة ومتطلبات غريبة. يجونا مثلا بالعيادات في الاستشارات مثلا في شخص يقولك أنا ما أبي عيال وأنا ما أحب الأولاد، ويشترط أنه أنا أتزوج وحدة تقبل بفكرة عدم الإنجاب. والله يعني برافو عليه، بالعكس اللي ما يقدر يجيب عيال لا تجيب عيال. هو ما يبي، مش ما يقدر، ما يبي. اي ما يبي، بالعكس رغبه داخليه. انا والله ما اقدر على اني اربيهم وما اقدر اجيب لكم جيل، فخلاص انا امتنع اني انا اجيب عيال. هو المشكله ان الطرف الاخر ما يقبل، يعني تنصدم البنت انه انا كيف انت ما تبي اولاد، او لها لا دوروا لي وحده مطلقه عندها عيال او ارمله عندها عيال عشان ما تقول لي ابي عيال. فامها ترفض وتقول انت لسه باقي ما تزوجت، كيف احنا نخطب لك وحده سبق لها الزواج. صحيح. وفي بنات بعد يمكن عندهم نفس الفكره انه انا ابي اتزوج وما ابي اجيب عيال. فاحيانا عندهم يعني شروط غريبه احيانا تؤجل فكره الزواج او تعيق وجودها. فهمت علي؟ يمكن زي ما انت قلت في البدايه انه خوف من تحمل المسؤوليه، او انه الشخص ما يصير قد المسؤوليه فيخاف من فكره الانجاب. لما نجي نتكلم على فكره الزواج، صعوبه الزواج تكون صعبه عند البنت ولا عند الولد اكثر؟ والله شوف، الصعوبة ممكن على حسب المجتمع وبيئة المجتمع وعلى حسب قيم الموجودة في المجتمع. أحيانا تكون الصعوبة عند البنت أكثر، وأحيانا تكون صعوبة عند الولد أكثر. يعني إحنا سابقا كان في الزواج التقليدي اللي الأم تخطب والأخت الكبيرة تخطب
ويعني يجي الشاب احيانا ممكن حتى ما يشوفها سابقا يعني، ويمكن يتزوج على بركه الله وبدون حتى فتره خطوبه بدون معرفه. صحيح. وكانت بعضها تنجح وبعضها تفشل. صح. ثم صار فيه الزواج اللي انا الشباب الان يقول لك انا ابي اعرف البنت قبل وبيكلمها واذا هي مناسبه لي انا اتزوج، او بعضهم يقول لا انا ابيها عن طريق حب او علاقه تفاهم. وهذه ايضا الطريقه احيانا بعضها ينجح وبعضها يفشل. فهي الفكره انه احيانا الشباب يكون عندهم افكار وتصورات عن الزواج تختلف عن البنات، والبنات نفس الشيء. لكن للامانه انا شايف الفتره الاخيره صاير البنات عندهم يعني نظره ماديه اكثر للامانه. يعني البنات في الفتره الاخيره يعني صارت تركز على الماده اكثر، انه يكون راتبه عالي، انه يكون وظيفته مرموقه، انه يقدر يسفرني، يقدر يشتري لي، يقدر وهذا احيانا مو كل الشباب عندهم هالقدره الماديه. فهمت علي؟ والله دكتور شجاع، يعني انا حولي بنات كثير وما تزوج لم يسبق لهم، ما يفكرون بالماده، يقول لك انه انا ابي شخص ابسط حقوقه، ابي شخص موظف، ابي شخص قادر انه هو يفتح بيت، ابي شخص قادر انه هو يصرف على هذا البيت، وبكره اذا ربي رزقني بعيالي يعيشني انا وعيالي حياه كريمه، رغم انها هي موظفه تقول بس انا احتاج هذا الشيء من الرجل لانه انا ما اضمن، ممكن في فتره الحمل، ممكن في فتره الولاده يصير لها اي ظرف صحي فتقعد في البيت، فهي تبي تضمن هذا الجانب. فانا اتوقع انه من حق المراه انها تضمن الجانب المادي اللي يعيشها العيشه الكريمه. اكيد، بس انا اتكلم عليك انه انا ترى ما قلت كل البنات، قلت بعض البنات. يعني البعض يعني يكون نظرتها ماديه، وذلك احنا شوف انا قاعد اتكلم لك من واقع في الاستشارات. يعني يجيني شخص مثلا خطب واحده وتملك لها وقالت له ادفع لي 20,000 تمام، واكتب لي مؤخر 50,000 تمام. حتى قبل ما يدخل عليها صارت بينهم مشكله واجبرته ان يطلقها ويدفع لها 50,000، المسكين دفع 70,000 وما دخل عليها. فاحيانا لما الفتاه تطلب مؤخر مبلغ اعلى هذا يعطي الشباب خوف. فهمت علي؟ لما تقول أبيك تدفع لي في المهر 20 والمؤخر 50 70. اي بس طبعا 20 يعني مهر. لا ما فهمت قصدي، بعدين طلعت تقول لها المجمل 70. فهمت الفكره؟ احيانا وضع مؤخر كبير يعطي الشباب خوف انه ممكن هي تفكر بالطلاق او راح تعمل شيء حتى يصير الموضوع. الشباب يفكرون تخاف من تفكر بالطلاق، والمراه تخاف، والمراه تبي تامن نفسها انه مو يتزوجني اليوم ولا شهر شهرين يعني بكره يطلقني. يعني موضوع مادي ها؟ لا مو مادي، امان. طيب اذا كانت هي موظفه وعندها دخل ما راح تكون بحاجه للمال هذا. لا انا بحاجه اني انا اامن مستقبلي مع هذا الشخص. يعني البعض، مو كل البنات يفكرون بهذه الطريقة. يعني أنا لما أنا أقول مثلا يا فلان تبي تتزوج فلانة، فلانة شرطة عليك مؤخر، طب المؤخر هي ليش شرطتها؟ مو عشان سوء نية، هي شرطتها عشان تضمن أنه هذا الرجل بيستمر معها عمر، مو مستمر معها فترة معينة ويقول لها باي. خاصة فترات الطلاق اللي احنا قاعدين نسمعها، النسب حق الطلاق مرتفعة كانت الفترة اللي فاتت من إيش؟ الرجل ما عاد صارت مالك نفسه، خلاص على طول يطلق. وليش ما تقول المرأة صارت ما تتحمل أي شيء وأي حاجة طلقني؟ طيب ورجعوا يستغنى. فتصير أحيانا الشاهد في الموضوع أن كثرة حالات الطلاق، كثرة حالات الطلاق والفترة الأخيرة مؤشر على أن هناك مشكلة عند الشباب والبنات في موضوع التفاهم، موضوع التوافق، موضوع الانسجام. أكيد هناك مشكلة. ونشاهد حتى أحيانا أقارب، يعني أبناء عمومة، أبناء خال، ولد وبنت أمهم خوات، ويطلقون بعد شهرين ثلاثة شهور، وبعضهم أولاد عم. فالبيئة الاجتماعية واحدة والوضع الاجتماعي واحد، ومع ذلك ما كان فيه انسجام وتوافق بينهم. فهمت علي؟ فللأمانة الزواج الآن أصبح هاجس، وأصبح يعني شيء مخيف للشباب والبنات. اللي يعني اللي يبحث عن استقرار ويبحث عن سعادة يصبح عنده الهاجس أكبر والخوف أكبر بسبب اللي يسمع من مشاكل. صح. وما يحدث أحيانا في السوشيال ميديا من بعض الناس ينقل تجاربه أو خبراته، فيعطي للناس تصور أنه الحياة سيئة وأن الزواج كله مشاكل وأن الحياة تعيسة. صح. وبعض الشباب لو تسأل يقول لا لا تتزوج، لا
لا تغلط غلطتي لا فاحيانا بعض الاصدقاء والزملاء احيانا ياثرون على اللي ما بعد تلقى نصاب مبسوط وسعيد مع زوجته ومرتاح بس انه يعني ينقل الصوره السيئه للاسف ممكن الجميل. صحيح نعم صحيح. دكتور قبل شوي انت ذكرت يعني في حديثك انك انت في على المستوى الشخصي تعرف اشخاص برغبتهم هم ما لهم نيه للزواج لكن انا ودي اعرف الجوانب النفسيه والتحديات النفسيه والاسريه اللي تحصلهم من خلال المجتمع للناس اللي يرفضوا الزواج عن رغبه. اكيد شوف هو التحديات النفسيه كثيره يعني منها مثلا الشعور بالفراغ العاطفي فقدان العاطفه والاهتمام فقدان الاسره فقدان وجود شريك رفيق معك وجود يعني اهداف مشتركه مستقبل حياه عائله احيانا الاستقلاليه المفرطه يعني الحريه المطلقه ممله ترى انك تكون حر وما في حد يسأل عنك متى ترجع ومتى تنام وش عملت وش ما عملت انت سعيد غير سعيد ترى الحرية هذه فيها فراغ وفيها خواء للإنسان انه يريد يشعر بالأمان يشعر بالاهتمام بالاحتواء فأحيانا العازب ترى يفتقدها يفتقد السؤال والاهتمام هل انت سعيد هل انت فهمت عكس المتزوجين. الجانب الاجتماعي فيها تحديات اكيد ان انت تكون تشعر بالعزلة والوحدة وأسئلة الناس تشوف أحيانا زملائك تزوجوا بعد سنوات عندهم أولاد وعندهم اهتمامات ولدي دخلت المدرسة ولدي طلعت سافرت أنا والعائلة ورجعت تحس أن الحياة تحركت والناس مشوا وانت واقف مكانك فهمت علي فهذا أحيانا من التحديات اللي يشعر الإنسان فيها. أحيانا لما تكون أنت عندك أسرة وعائلة وتزور ناس يعني يتقبلونك أكثر وفهمت عكس لما تكون وحيد تجي وحيد وتروح وحيد يحسونك أنت يعني خلونا نكون صادقين الحين نظرة المجتمع أحيانا إنه الشخص يوصل 40 ما تزوج يقول عنده مشكلة خاصة الشاب ليه وصل 40 وما تزوج أكيد عنده بلاء أكيد عنده مشكلة أحيانا يقول في سوء ظن واتهام وتشكيك للشخص وأحيانا البنت نفس الشيء لما توصل 40 ما تزوجت أكيد هي كانت شايفة نفسها أكيد هي كانت ترفض الناس أكيد هي كانت متطلبة أكيد وأحيانا ممكن يكون هو المسكين نصيب وأحيانا يمكن ما لقى الشخص المناسب فأحيانا يعني فعلا في تحديات نفسية واجتماعية على الشباب والبنات. أكيد دكتور شجاع القحطاني نورتنا شكرا لتواجدك معنا. الله يعافيك أمين. مشاهدينا فاصل قصير وبعدها نرجع.